تنمية هذا المشروع، موضحا أن تلك التروسيكلات ستكون نصف مبردة. أشاد مجدي شعبان بأحد حالات مرضى قوائم الانتظار بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة، وقال المريض أن المبادرة كانت بالنسبة لنا حلم عشان يتم هذا الإنجاز. وأجريت للمريض عملية جراحية لتغيير مفصل في مستشفى المجمع الطبي بمحافظة الغربية. حصل معايا من ساعه ما جيت، من اول ما استلموني خدمه هنا في مجمع الطب هنا ولا اي مستشفى خاصه. دي امانه ولا امانه؟ امانه من وجه الله. قاعد مكاني انهاء الورقه وانا قاعد، اشعاعات، تحاليل، ابحاث تمت. في الاخر تعالى معايا اتفضل، تعالى لنا يوم الاثنين عشان تخش وتطلع يوم الثلاث الميعاد عمليتك. يوم الاثنين جيت له فعلا، طلع معايا الموظف المختص لحد هنا بعد ما قابلت الدكتور تاني، وفعلا وزي يوم التلات الصبح الساعة 9 بالدقيقة تعالى للعمليات. الموضة دي فعلا كانت بالنسبة لنا حلم عشان يتم الإنجاز اللي تم ده، وتم فعلا الحمد لله. وكان عندنا أمل من ساعة ما كان بدأ في موضوع فيروس سي، علاج فيروس سي، من ساعة ما كان بدأ فيه العلاج فيه بالكميات الكبيرة دي توقعنا ممكن يحصل حاجة من دي. كنا نقول يا رب يحصل حاجة يبص لحاجة زي دي، وفعلا الحمد لله خد باله منها الرئيس ونفذ. فرق كتير من ناحيه الاعداد اللي بيتم تنفيذه. انا عن نفسي كواحد بتابع عن طريق مثلا نشرات الاخبار، الارقام اللي بتنزل ارقام كبيره بتنزل. النهارده مثلا تم قد كده، النهارده تم قد كده، اجمالي اللي تم النهارده من عمليات الانتصار قد كده. ارقام كبيره بتتم، المفروض ان الواحد ما كانش يتوقع انها تحصل كده وبالسرعه دي. أما الآن فاصل ونواصل من بعده نشرة أخبار القاهرة، والناس تابعونا.